السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة طور سينين الإخبارية إليكم هذا النبأ العاجل. إحالة رئيس تحرير روزا اليوسف للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة. بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة ووقف المحرر المسؤول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات. ووقف المحرر المسؤول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات. وأضاف البيان: وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والإخوة الأقباط، وحفاظا على التاريخ العريق لمجلة روزا اليوسف في الدفاع عن قضية الوحدة الوطنية وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.